the era of barbarism and ignorance. Najib Shuara Adidin Nusar Kalilun وبعد العصر الجاهلي في العصر الإسلام نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أشار إلى التيار الخلقي الاجتماعي والتيار المعروف كما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أشعر الشعراء إمرء القيس وقائدهم إلى النار وبعد ذلك نجد أن شاعر الإسلام وشاعر الشرق وشاعر المروءة وشهامة محمد إقبال كتب في مقدمة كتاب أناركلي مساحية امتياز علي تاج التي طبعت عندما كان في بوبال في إقبال منزل وكتب أنني تأثرت بهذا الشعر كثير جدا والناس سألوا ما هو الشعر يا ترى وقال بيت عنترة الذي أنشده الرسول عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه ثناء موفورا وقال كم ليلة أطوى بها وأظلها حتى أنال به كريم المأكل قال إقبال أنني تأثرت بهذا الشعر وقلت هل تعرفون ماذا قلت؟ فقال لا يا سيدي فقال أتائر لاهوتي اس رزق سے موت اچھی أتائر لاهوتي اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی وقال أنني قررت هذا الشعر متأثرا بهذا البيت الذي أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يا ليتني كم تمنيت أن أرى هذا الشاعر ألا وهو عنترة ابن شداد الذي قال كم ليلة أطوى بها وأجله حتى أنال به كريم المأكل أتائر لاهوتي اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی فرسول صلی اللہ علیہ وسلم هو اول من علمنا القيم الخلقية والاجتماعية وقيم التنديد بالدماغ وقيم دوافع الاصلاح الاجتماعي عن طريق المعروف والنهي عن المنكر ومروي عن سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه أنه قال إني أحب هذا الشاعر هل تعرفون من الشاعر؟ قالوا لا قالوا قال سيدنا عمر الفاروق زهير بن أبي سلمى زهير بن سلمى الذي كلامه نظيف وطاهر ومعروف جدا خليع يعني بعيد عن المنكر على المنكر ويقول انه لا يعادل الكلام لا يعادل الكلام يقول ما يعمل اولا باول احب الشعراء هو زهير بن ابي سلمى انه لا يعادل في الكلام ويقول ما يعمل وسيدنا عبد الله بن رواحه رضي الله عنه ومحبوب لماذا؟ لأنه كان شاعر الصيف والقلم واستشهد في غزوة موتى عندما كان يرفع علم الإسلام بنواجذه وفي وبعد أتت في الحديث النبوي الشريف أبواب بما فيها نوادر وملح وفيه حكايات مربية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومواعظ
عن طريق الترغيب والترهيب من فوق المنبر منبر المساجد. بدأها سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنه. فموضوعنا هذا قيم خلقية في الأدب العربي القديم والحديث. وهذا من القديم. هذا من القديم. وبعد ذلك نتدرج وحتى نصل إلى كليلة ودمنا. وفيه سمعتم مقالات عن قيم الخلقية في كتابات عبد الله بن مكفى وعلى رأسها كليلة ودمنا. أليس كذلك يا دكتور قطب؟ نعم. وبعد ذلك وصلنا إلى العصر الحاضر. فنجد قصة قصيرة من محمود تيمور. عنوانها لعبة العيد. طفل يتيم يخرج إلى المصلى ولا يشتري أحد من الحلبيات ويصدق هذا يهدي ما وجد من جدته لأطفال يتامى. بجنب هذه القصة القصيرة نجد في الهند عيدگاه لبريم شاند. بريم شاند تقدم بمثل هذه الرواية بالصدفة فيه مماثلة كاملة جدا في عيدگاه. كان يتيما جدته تطبخ يوميا. خرج إلى المصلى مصلى العيد وزملاؤه الأطفال يشترون حلبيات وأغراض من اللعب منها بلونة وكذا. وهذا اليتيم حامد اسمه حامد ماذا يشتري؟ هو يشتري شمتة ملعقة وسيلة لطبخ الخبز. يرجع إلى جدتها وتسأل الجدة الكريمة ماذا اشتريت يا بنية؟ وقال إنني اشتريت هذا الشمتة. لا أدري ماذا يقولون بالعربية بالرغم من أنني طبخت الطعام 8 سنوات كاملة في العالم لكن ما استخدمت الشمتة هذا من ملعقة كوسيلة للطبخ وللبقايا من النار. وقال لماذا اشتريت هذا يا بنية؟ وقال أنا دائما أنت تطبخين الطعام بما فيه الخبز العيش وتحترق أصابعك ففضلت أن أشتري هذا بدلا من البالونة وبدلا من الأغراض الأخرى الطفولية. هي سرت سرورا جدا ودعت له بالتوفيق مزيدا كذا. وفيه مماثلة يعني هذه قيم خلقية. وفيه مماثلة بين اللغة الأردية وبين اللغة العربية. وأنا أكيد أن بريم شاند ما قرأ لعبة العيد لمحمد تيمور لأن هذه يعني قصة قصيرة لمحمد تيمور كتبت فيما بعد وفاة بريم شاند. هذه مماثلة جدا. هذه الأشياء عن طريق القصة يعني نتوصل بهذه الطريقة نتوصل إلى القيم الخلقية والقيم الإسلامية النبيلة وإلى النزعات التربوية. وبعد ذلك نجد يحيى حقي عندنا. يحيى حقي له رواية قنديل أم هاشم. قنديل أم هاشم فيه جو مصري مماثل بالضبط من بيئة من بيئة الهندية من البيئة الهندية الخرافية البدعية والشركية هنا.
شخصٌ ينوّر تنديل شمع تنديل على 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 المقبرة على مقبرة ويدعونا الناس يدعونا مثل ذلك ما نجد هنا في الهند أيضا وبعد ذلك نجد قرص الزين في السودان للطيب صالح فيه طيب صالح مثل الجو الجو الموجود في البيئة الخرافية الهندية ومثل ما نصور يحيى حقي في روايته تنديل ابن هاشم وبعد ذلك نقدم لكم مثالين فقط وندعو الله لنا ولكم التوفيق المتين كان موضوع رسالتي للدكتوراه نزعات دينية اجتماعية في القصة العربية الحديثة وإذا كتبنا قيم دينية اجتماعية في القصة العربية الحديثة لكان أصح من ذلك لكنني مسرور جدا وعندي كثير من المواد حول هذا الموضوع ولكنني نقدم لكم نموذجين نموذج توفيق الحكيم ونموذج محمد النجار محمد النجار لا ندرسه هو سوري كاتب سوري لا ندرسه هنا في فصولنا الدراسية نقدم لكم مثلا فقط توفيق الحكيم ألف هذه الرواية عام 44 وهذه الرواية مرآة لقدسية الزواج وملخصها كالآتي أديب اسمه راهب أو راهب الفكر تلقى رسالة من سيدة تعبر عن أمنيتها لزيارته من أجل الاستفادة من استفادة الأدبية منه بصورة شخصية وبعد ساعات أخيرة القادم يطلبها موعدا للمقابلة فأجاب عليه الراهب بتحديد الصباح الباكر التالي كموعد لها إنها وصلت إليه في الميعاد فأعجبته حيث وجدها غير مسنة وغير كريهة الوجه بل وإنها كانت جميلة الوجه ووسيمة المنظر ومولعة بالأدب ورغم قصرها في مبلغ علمها دارت بينها أطراف الأحاديث فرجعت وما زالت مترددة عليه كل أسبوع وعلى فكرة فإنها قالت إنها مخطوبة وليست متزوجة ولكن انكشف السر عندما صادفه زوجها وشكره على إقامته جوا أدبيا في منزله وبث روح جديدة للقراءة والكتابة في زوجته عن طريق مؤلفاته الممتعة فاستغرب الأديب حينما عرف بأنها تأتي إليه بصورة شخصية بدون إذن زوجها وبدون معرفته بذلك إنها كانت تكتفي بذكر مطالعات مؤلفاته فحسب لم يذكر له الأديب كذلك بأنها مواظبة على زيارته الأسبوعية بصورة شخصية إلا أنه ظن ظنونا في نفسه تجاه المرأة وعندما جاءت إليه في الأسبوع المقبل فاستفسرها الأديب عن كتمان الحقيقة فأجابت قائلة لست أدري لقد نسيت أن أذكر لك أني إلى جانب شغفي بالتنس والسينما والسباق أحب كذلك أحيانا الكذب استغرب الأديب وضحك واستغرب مزيدا وسألها إيقاف الزيارة بالاكتفاء بالمراسلات فقط وتقدم إليها بالاعتذار على ذلك تولت المرأة مخلفة آثار القلق في قلبه إنه انتظر الرسائل وانتظر ثم انتظر ولم يتلق منها أي جواب ولم يلبس الأديب إلا أن كتب رسالة إلى تلك المرأة وجمعها في حقيبته من غير تمكنه من إرسالها إليها
وبالتالي أصبح الأديب وكأنه ضيع شيئا بعد عزوله عليه. وأخيرا فإنه قضى ليالي السهر في ذكرى ساعات قضاها مع بعض وأصبحت جزءا من حياته. وكان يردد مثلا مثل هذا: وما كنت أدري قبل عزة ملبك ولا موجعات القلب حتى تولدي. يعيش الأديب الراهب لوحده مع خادمه الوحيد متنفسا من غير سعادة يسودها الملل في ليالي الشقاء الطويلة. فقرر على رحلته إلى حلوان وسافر إليها وأقام في الفندق الكبير. وبعد حقبة من الزمان فإنه لاحظ زوجها في نفس الفندق متجولا مع ملازم الجيش البكباشي في الجنينة. واقترب منه الأديبة واستفسر عن زوجته المحبة للأدب. توقف الرجل وسلم إليه مذكرة حمراء برجاء التكرم بهديه إلى سبيل الرشاد. ترى الأديب الراهب تلك المذكرة واستغرب حينما رآها مليئة بذكرى خاصة بيد نفس المرأة وهي تحكي أيامها ولياليها التي قضتها في جو من الفحشاء والمجون مع فنان السينما وممثليها بحرية مطلقة في الملاهي الليلية أثناء غياب زوجه في المهمات الرسمية. وفي فضول السفر اندهش الأديب وحاول ما يجري فيما بين الزوجين من توتر ذهني وضغط نفسي. وأخيرا فقد تقرر بأنه يمكن أن يتم الطلاق بصورة سرية مخافة دمار. واستقبل طفلتها الوحيدة وتم ذلك بالفعل سرا. وبالتالي رجع الأديب الراهب إلى القاهرة وأخبرها تليفونيا بأنها ستكون أجنبية في بيتها. إلا أن الزوجة لم تتأسف على تصرفاتها الغرة واعتبرها حقا شرعيا للمرأة بحجة تحرير المرأة. وفي اليوم التالي أفاده الزوج بأنها وصلت إلى الحلوان بوجه شخصي ولكنه خرج من الفندق باستحياء وبكاء. عادت المرأة إلى القاهرة وسارعت إلى راهب مسرورة مبتهجة معطرة ومتبخرة وكاشفة عن صدرها له من دون حياء. حتى وقد تزعزع سلوك الأديب ونسي ما كان من خطورة الموقف. ولم يلبث طويلا حتى رن جرس التلفون من حلوان مفيدا بأن البكباشي اللواء ابن خالد زوج توفي إثر حادث مسدس أثناء تنظيفه. غادر الراهب إلى حلوان في منتصف الليل وشارك في تشييع جنازته. ولكنه في أغلب ظنه كان متيقنا بأنه انتحر بذلك المسدس. غادر الراهب إلى الأرياف النائية ولم يعود إلى القاهرة إلا بعد شهور. وعندما أراد أن يزورها عرف بارتباطها الجنسي مع شخص آخر. واتضح له فيما بعد أن البكباشي يعني الجنرال العسكري أن البكباشي انتحر فعلا لأنه تعرف عن طريق تلك المذكرة على الانحلال الخلقي من زوجته الصديقة للمرأة مع صديق راهب. ولم يتمكن من التغلب على الضغوط العاطفية حتى انتحر. هذا هو ملخص الرواية التي تعكس نزعات توفيق الحكيم الإباحية واستكشاف قيم خلقية إصلاحية اجتماعية أولا ونظرياته الاجتماعية الإصلاحية. ويمكننا أن نستنتج منها ما يلي: يشير إلى القيم الخلقية للإصلاح الاجتماعي أولا بأول: الحصول على العلم والمعرفة فريضة على كل مسلم ومسلمة ويستحق التشجيع بشرط أن لا يؤدي إلى تبرج أو سفور. ثانيا: وعلى الرغم من الاعتراف بالمساواة بين الذكور والإناث في الحقوق الزوجية إلا أنه من الواجب أن لا نتغافل عن ضعف طبيعي بشري
في النساء وذلك من عدم التمكن بما فيها عدم التمكن من الأسرار وعدم استقرار العواطف. ثالثا غيرة الرجال على النسوة ظاهرة طبيعية ولا بد من مراعاتها في كل حين وآن مهما كانت البيئة متحررة ومتفرجة. وهبذا لو كان الإسلام سائدا لما حدث الانتصار.